مرحبا يا جماعة، كيف الحال؟ شو الأخبار؟ وأخيراً رجع لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون كثير 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 مميز، وصراحة أنا يعني نفسي أحكي هذا الموضوع من زمان. فيديو اليوم راح يكون عن أكبر تاجر مخدات في العالم، واللي هو بابلو إيميليو إسكوبار جافيريا، والاسم المختصر له راح يكون هو بابلو إسكوبار. طيب قبل هيك أنا بس حاب أورجيكم وأحكي لكم عن جدول القناة اللي راح يصير. راح يكون في فيديوهين يعني منفصلين عن المواضيع، وراح يكون إن شاء الله كمان فيديوهين راح يكونوا متصلين في الموضوع، يعني في جزء أول وجزء ثاني. الموضوع راح يكون كثير دسم زي موضوع بابلو إسكوبار. راح أعطيكم حياته الشخصية كاملة من أول ما بلش وكيف بلش وشو صار وشو معه ثروة وانحبس ولا لا، وكل هاي التفاصيل عنه. إذا أحد كان بتسأل ليش أنا عملت فيه جزئين ما أخليهم جزء واحد يكون 15 دقيقة أو 20 دقيقة، لا بالمختصر مش شخص مشهور وممكن ما حدا مستعد إنه يحضر الفيديو تبعي للآخر، فقررت إنه أخليها عبارة عن جزئين، يعني الواحد يحضر له 10 دقائق بيكون كافي أتوقع. طيب حول بابلو إسكوبار، أو زي ما حكينا بابلو إيميليو إسكوبار جافيريا، وممكن كمان تقدروا إنكم تسموه ملك الكوكاوين. ما راح أحكي الكلمة الأصلية عشان ما يوتيوب على عيني. هو تاجر مخدات كولومبي وأكيد الأكثر جرأة، وبالنهاية هو سيء السمعة، الأكثر نفوذا وإجراما في تاريخ الكوكايوين زي ما حكينا. وهو أكيد رئيس عصابة كارتل ميدلين. عصابة كارتل ميدلين شكلت مجموعة مع العصابات الثانية بتحت عنوان كارتل ميدلين. عصابة كارتل ميدلين شكلت مجموعة كثير كبيرة وعميقة، وربما تسمى بشبكة من المجرمين عبر تحت عصابة كارتل ميدلين. وكانت مهمتها شحن الكوكايين لأمريكا الوسطى وأمريكا بشكل عام في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وشاف بابلو إسكوبار وشركة يعني أو شركة أو شبكة كارتل ميدلين إنهم هم كانوا على بعد شحطة صغيرة من احتكار الكوكايين عن طريق جميع أنحاء العالم، وخاصة في أمريكا عن طريق كانوا يشحنوا أكثر من 80% من الكوكايين لأمريكا، وهي مخدات مهربة بالنهاية وكسب المليارات، وبدايتها كانت الملايين من وراء هاي التجارة. في عام 1989 وفوفقا لما جلت فوربس الأمريكية تصنف وقتها على أنه واحد من أغنى أغنياء العالم، وصنف من واحد البليونيرز يعني من أغنى أغنياء المليارديريات في العالم، وعرف بحياته الباهظة وبالثروة الكبيرة جدا اللي صنعها. شوفوا أنا مش مصدق هاي المعلومة، ولكن فعليا بحثت عنها كثير وطلعت صحيحة. بابلو إسكوبار مملك أكثر من 400 بيت فاخر على جميع أنحاء العالم، وسيارات طيارات فاخرة وطلعات على عبدون، وانسوا يعني كان موضوع كثير 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 مزازة. عرف امبراطوريته الشاسعة، وكمان كان يتمنى كثير من أندية رياضية ما حدا بيعرف ليش. طيب خلينا نحكي شوي عن بدايات بابلو إسكوبار وكيف بلش. بداية بابلو إسكوبار ولد في 1 ديسمبر 1949 في ريو نيغرو في منطقة كولومبيا. لداريدي إسكوبار وهرماليدا هم اثنين من أسماء أخوانه السبعة، وكان هو الثالث بناتهم وثالث إخوانه السبعة، وكان أبوه مزارع وأمه كانت بتشتغل في المدرسة الابتدائية، يعني أبوه مزارع وأمه بتشتغل مدرسة ابتدائية. فصدقا ما عندي أي فكرة كيف هو طلع تاجر مخدات، لأنه كمان بابلو إسكوبار درس في جامعة إسبانية وكان اسمها أوتونوما لاتينو أمريكانا، بس هو أكيد ترك الجامعة وفضل أنه يتفرغ لعمل الشخصي وهي تجارة الكوكاوين. ومش بس هيك، لا تنسوا كمان العمليات الإجرامية الكبيرة والواسعة اللي كان يعملها. بدأ بابلو إسكوبار أنشطته الإجرامية في شوارع ميدلين لما كان مراهق. متخيلوا معي شو أكبر الجرائم بدايتها كان يسويها؟ كان يسرق شواهد القبور من الناس وكان يلمعها ويبيعها للمهربين. ما بعرف شو بتهيأ له بالإشي اللي كان يعمله، ولكن هاي كانت بداياته. هون هو بلش في عملياته الإجرامية، وكمان شوي رح نحكي عن أول عملية إجرامية عن جد سواها. بس أخوه روبرتو إسكوبار حكى إنه هاي الشواهد ما كانت ملك للناس نفسهم، لأن الناس بطلوا يعتنوا فيها. هناك لازم تدفع بين كل فترة وفترة عشان يتم الاعتناء في القبر تاع الشخص اللي أنت بتعرفه. فبالنهاية صار يحكي إنه هاي القبور ما كانت للناس نفسهم، وادعى إنها مش إلهم أصلاً، لأنه الناس وقفوا عن الدفع والرعاية لهاي المنطقة المخصصة لإلهم. فحكى بالنهاية هاي البيوت مش لهم، يعني كان يدافع عن اخوه بالعدل. على فكره بابلو إسكوبار ما كانت نشاطاته الاجراميه وانه يصير مليونير كان حلم من كبير، كان هذا حلم من هو صغير حتى اصغر من انه يكون مراهق، فكان حلمه انه يكون مليونير. ومليونير متى؟ مش بال40 ولا ال50 ولا ال60 من عمره، لا، كان بده يصير مليونير الاخ بعمر 22 سنه، يعني عمره 19 سنه المفروض كان كمان شويه سنين هيك خفيفه اصير مليونير زي بابلو إسكوبار. وات
وهون بلش أنشطته الإجرامية حبة حبة، لما تعرف على صاحبه أوسكار برنر أجوير، واللي كان فعليا نفس وضعه تماما، نفس الدواوين نفس كل شيء. وكانوا يبيعوا تذاكر اليانصيب المزيفة والفيك يعني كانوا يبيعوها بمبالغ جدا عالية، وهي أصلا مزيفة يعني مش معترف فيها أساسا. وداك عن سرقة السيارات وبيع السجائر المهربة كمان. في أوائل السبعينات صار بابلو إسكوبار حارس شخصي وحرامي بنفس الوقت، بحيث أنه عين لخطف مسؤول كبير في ميدلاند كان مسؤول تنفيذي، بحيث أنه يأخذ $100,000 مباشرة وبس أنه يخطفه. وفعلا هاي كانت أول جريمة لإله معترف فيها ومبلغ عالي جدا، وكان كسب وقتها أول $100,000 بحياته. طيب اكتفى بهيك؟ لا، كان لسه في عنده طموحات أعلى من هيك بكثير. كان انه يشتغل مع الفارو بيريتو، كان نفسه يشتغل معاه. وقتها كان برضه الفارو بيريتو تاجر مخدات كبير، وكان برضه مجرم على مستوى يعني، وكان وقتها اصلا لسه اعلى بكثير من بابلو اسكوبار، وكان بس هدفه انه يحاول يشتغل معاه. الفارو بيريتو على فكره كان يشتغل في جميع انحاء ميدلين، وفعلا فعلا استطاع انه يشتغل معاه بعد ما تعب كثير ووصل للمرحله اللي هو بده اياها. طيب خلينا نحكي شوي عن انجازات بابلو اسكوبار واللي مش بس محدده في عالم الاجرام، بالعكس في شغلات جيدة كان يسويها وكان يساعد اخوانه كمان. فكان يشتغل مع اخوه محاسب لجمع التبرعات ولكمان شغلات كثيرة هسه رح نحكي عنها. اخوه بابلو اسكوبار كان شغال معاه لما هربوا اكثر من 15 طن من الكوكاين في مدينة امريكا، يعني في انحاء واسعة من امريكا ولكن هم حددوها في النص انها بامريكا. طيب كم كانت قيمة هاي الكوكاين اللي هربوها ال 15 طن؟ مش حتتخيلوا الرقم، كان اكثر من $500 مليار، يعني $500 مليون. معلومات جانبية عن بابلو اسكوبار، بابلو اسكوبار قد ما كان معاه مصاري كثير وعفق ونعفري، كان يشتري $1,000 مطاطات عشان يربط فيها المصاري اسبوعيا، يعني هذا الحكي كان اسبوعيا، كان يشتري $1,000 مطاطات بس عشان يحوش المصاري، عشان يضب المصاري. طيب استفاد كثير لما كان يدفع $1,000 كل اسبوع عشان يخزن مصاري؟ فعليا لا، لأنه كان أكثر برضو من 10-12% سنوياً من النقود تروح بس إنه الفيران كانوا عم بأكلوا فيها، عفنت المصاري في المخازن. دخل بابلو اسكوبار تجارة المخدات في السبعينيات، وكان وقته لسه بيطور في التجارة بشكل كثير قوي، يعني طور عملية التهريب تبعته من ناحية المداخل والناس اللي بيعرفهم وكذا في 1975، واعتاد بنفسه انه يطير من بنما للولايات المتحدة الامريكية يعني بين كل فترة وفترة ليهرب الكوكاين بنفسه، هو نفسه كان يهرب الكوكاين في عام 1975. طيب هل كل مرة كانت تسلم معاه؟ لانه على فكرة كان بابلو اسكوبار كان يحمل الكوكاين عن طريق العجلات تاعت الطيارات في كل مرة كان ينقل فيها. بيوم الايام بعد عودته الى ميدلين من الاكوادور بحمولة ثقيلة جدا جدا، تخيلوا شو صار، تم القبض على بابلو اسكوبار في هذاك الوقت. وهون كنا وصلنا للجزء الاول من التعريف العام والشامل لبابلو اسكوبار ومنظمته الارهابيه كامله. اذا عجبكم المقطع يا ريت تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب، ان شاء الله راح نكمل بقيه هذا المقطع في الجزء الثاني، زي ما حكيت لكم عملنا جزئين عشان يمكن ما تتحمل انه يحضروا نفس الشخص لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه، فانا اقسمها افضل بكثير خاصه انه منتدى في اليوتيوب. وبس لا تنسوا الجزء الثاني ان شاء الله راح ينزل بعد يومين، وديروا بالكم على حالكم، مع السلامه.